السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رجاء سنبدا فعالياتنا المؤتمر الصحفي بعد قليل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إخوتي الأعزاء، زملائي، مرحبا بكم اليوم بهذا الحدث التاريخي إن جاز التعبير. مؤتمر صحفي يأتي هذا دائما فعالية المؤتمر. إذا المؤتمر يأتي في خضم إطراد الأطباء العامين والأطباء الأخصائيين منذ 16 من شهر إبريل نيسان 2018. بداية شكرا جزيلا لكم لتجشم عناء المجيء إلى هذه القاعة لحضور هذا المؤتمر. شكرا لكل زملاء، شكرا للمؤسسات الإعلامية التي شرفتنا بالحضور اليوم لتغطية هذا الحدث وهذا المؤتمر الصحفي. وستكون فعاليات هذا المؤتمر الصحفي كما يلي. يا جامع الطب والإيمان، في هدف أبشر بمكرمة لا بد تلقاها. إن الطبيب الذي في قلبه أمل، في فنه حلق، في علمه لا يضاهى. ستكون فعاليات هذا المؤتمر على النحو التالي: كلمة لسيد الرئيس محمد داهية رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، ثم كلمة لسيد الدكتور عبد الله سعيد رئيس نقابة الأطباء العامين، ثم سنفتح الباب بعد ذلك لأسئلة الحضور الإعلامي، ونختتم المؤتمر بتوزيع البيان الصحفي لهذا المؤتمر. Je vous souhaite la bienvenue à tous mes chers collègues qui nous ont honorés par leur présence aujourd'hui, qui ont répondu à notre invitation pour assister à cette conférence de presse qui vient dans les temps et dans le moment opportun, puisqu'on est au deuxième fin de la deuxième semaine de notre grève qui a commencé depuis le 16 avril, la troisième semaine depuis le 16 avril 2018. Donc, le remerciement aussi à tous nos invités de la presse nationale et étrangère pour couvrir un peu cette conférence de presse et cet événement médiatique. Donc, le programme, ce sera d'abord un mot présenté par Dr Mohamed Dahir, le président du syndicat des médecins spécialistes, suivi par le mot du Dr Abdoulaye Mohamed Saïd, président du syndicat de médecins généralistes. Puis on va ouvrir le débat avec des questions et réponses avec nos amis journalistes. Mais avant tout, on va commencer نبدأ بآيات من القرآن من ذكر الحكيم مع أحمد دو والمحمد صالح فليتفضل. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. الكلمة إذن مع الدكتور محمد داهية رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين. فقط أذكر الحضور أنه بإمكانكم أخذ فيديوهات مباشرة ليتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي. Si vous pouvez prendre des vidéos en live, comme ça on peut le partager sur le réseau de sociaux, que ce soit Facebook ou WhatsApp. Donc ce serait une très bonne chose pour animer un peu et diffuser l'information de cette conférence de presse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidi mursalin. Assalamu alaikum ayyuhal hudur. Dans le début, اسمحوا لي ان اشكر الصحافه المحليه والدوليه والمكتوبه والمرئيه وعلى الانتباه لهذا الإطراء والمشكل، وهذا يأتي في ظل تعتيم الإعلام
الرسمي على هذا الموضوع. يكاد الإعلام الرسمي لا يتكلم عن هذا الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث دون أي شيء واكتفاء، وسيبدأ بلقاء مع معالي وزير الصحة هذا المساء. أود أن أتكلم عن موضوع عن واقع الصحي الحالي. نحن نقول أن هناك تطور واستثمار في البنى التحتية، ولكن ناحية التجهيزات التي اقتصرت على سكانرات قديمة وهناك مشكل كبير في صيانتها. أما الأقسام في الحالات المستعجلة وأقسام الجراحة كالأنف والحنجرة وجراحة المسالك البولية، جراحة الدماغ، أقسام الجهاز الهضمي وأقسام الولادة وأمراض النساء واللائحة الطويلة، فهي إما غير مجهزة أو تجهيزها قديم. قسم الصيدلية دليل فشل على هذا القطاع، والدليل على ذلك تزايد اليوم للصيدليات والأدوية الغير معروفة المصدر، وأكبر دليل التفتيش الأخير عن أدوية دخلت ووزعت في بلادنا، أدوية مزورة مسروقة. وفي هذه الصيدليات طبعا يبيع بعض الأفراد الذين لا علاقة لهم لا بالصيدلية ولا بالطب، ويمارسون الاستشارات بكل ثقة. الكادر الطبي والشبه الطبي في ظروف مادية هي الأسوأ في هذه المنطقة، مما ينعكس على صحتهم وخدماتهم. أما من ناحية التكوين المستمر فقد ألغيت ببساطة ميزانيات 2017 و2018 المخصصة للتكوين المستمر. في هذه الظروف يقف كل الأطباء أخصائيين وعامي في نواكشوط والداخل ليقولوا كرجل واحد أن هذا الوضع لم يعد يحتمل. ولذلك قدمنا عريضة مطالب لوزارة الصحة وعطيناها كل الوقت اللازم لدراستها، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين الخدمة الصحية التي هي مسؤوليتنا وغايتنا. وبعد سنة ونصف من المماطلة وتضييع الوقت لم نرى أي تجاوب، وبطبيعة الحال دخلنا في إضراب الذي تم تأجيله لأول مرة ثم تم الإشعار به في الوقت المناسب. ما نطالب به هو الإصلاح، والإصلاح وللإصلاح يا أعداء أكثر مما تتصورون. هناك أشخاص على كل المستويات مستفيدون من هذه الوضعية ويعملون على إبقائها على حالها لتتواصل معاناة الطبيب والمواطن. إن مطالبنا التي نتمسك بها هي تحسين ظروف العمل من معدات وصيانتها، ولذلك يجب إشراك الأخصائيين في الموضوع، توفير الخدمة المجانية في الحالات المستعجلة، تشديد مراقبة الأدوية وتوحيد أسعارها، دعم أسعار الأدوية أدوية الأمراض المزمنة على غرار الدول المجاورة كالضغط والسكري التي أصبحت غالية في ظل هذه الفوضى، مراجعة نصوص تسيير المستشفيات، رفع أجور الأطباء لمساواتها بالعقدويين الأجانب في وطننا، فتح كلية الطب للراغبين في ذلك، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على غرار التعليم العالي، ومراجعة نصوص التقاعد. أذكر أن الطبيب بعد أن أمضى نصف عمره في الدراسة والنصف الثاني في العمل يتقاعد على أجر قدره 150 ألف أوقية قديمة على 3 أشهر. أما ما يخص سياسة الصحة التي تنوي الوزارة اعتمادها من زيادة أجور الخدمات في ظل هذه الظروف، فرأي النقابة أنه أسوأ قرار
قد اتخل هذا اليوم وسيترك 80% من المجتمع الغير مؤمنين تحت رحمة المرض. إن سياسة التحصيل التي تنتهجها وزارتنا على عاتقنا ومرضانا كارثية، وهي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع. حتى الآن لم يطلب منا الجلوس على الطاولة للرد على مطالبنا، وتم الاكتفاء بطلب منا على أن نرفع الإضراب طبعا والدخول في مفاوضات بعدين، الشيء الذي بطبيعة الحال رفضناه. وبعد كل هذه المماطلة دخلنا إن شاء الله سندخل في المرحلة الثانية من الإضراب، والتي هي الدخول في إضراب مفتوح بإذن الله ابتداء من الأسبوع الماضي القادم. هذه المطالب وهذا الإضراب لا علاقة له بالسياسة، ويهدف إلى إصلاح جذري للصحة وتقديم خدمات صحية حديثة وآمنة لمواطنينا. وشكرا لإصغائكم. انتظار وضع الميكروفونات امام الدكتور عبد الله بن سعيد. واذكر نذكر حضور الزملاء الكرام بمشاركتنا فعاليات هذا المؤتمر الصحفي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إن أمكن ذلك. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أيها الإخوة، إذا قدر يوما لأسقام الجسد أن تتكلم، ستصدق لا محالة بجهود ملائكة الرحمة لإرشاع البسمة لكل من يتأوه أو يتألم. لسان الطبيب على القيام برسالته الإنسانية يخاطب تلك الضمائر الإنسانية، والتي من المفترض أن تنظر إليه أيضا من نفس زاوية الإنسانية تلك، باعتباره كائنا إنسانيا يتألم يفرح ويستحق الحياة وفي الدنيا وفي على هذه الأرض كما قال الشاعر ما يستحق الحياة. إذا الكلمة الثانية ستكون مع الدكتور عبد الله بن محمد سعيد رئيس نقابة الأطباء العامين. على اهتمامهم بالأمور خاصة هذا الشأن اللي يعني الصحة، اللي هي من أهم القطاعات الحيوية في البلد، واللي تشهد هذا التدهور غير مسبوق في تاريخها، اللي أدى الإضراب أيضا اللي غير مسبوق في تاريخه في الصحة، حيث أن نسبة الإضراب تجاوزت 95%، وهذه سابقة من نوعها قطاع الصحة، وهذا يدل على مستوى التدهور الأوضاع الصحية عندنا في البلد اللي وصلت له. نختار في البداية نختار نتكلم عن المطالب اللي عندنا، يعني نختار نتكلم عنها نشرح لكم هذه المطالب، ايش تمينا نطلبنا بعد قاعد المطالب اللي هي وشن هي حلولها مولي. في البداية عندنا مطلب مجانية حالة مستعجلة اللي نطالبوا به. هذه حالة مستعجلة يجونا مرضى، وهذا ما هو قاعد شايبين وروسنا، هذا هو الخارج في العالم. يجيك مريض عدى سكتة قلبية وعد ما عندك الأدرينالين، ما تلات حالة مستعجلة، دونك يا الله يعود فما تيها الدوء في الوقت المناسب. يجيك مريض عنده أزمة إنكريز دازم، أزمة ربو، ما تجبر سالبيتامول، ما تجبر انيبيليزاتور،
حداك هذا مؤلمات المستعجل يجيك مريض عنده أزمة قلبية لا هي تبدا بدالك من السي جي ياك يعني تعدل به التشخيص يتم تجبره يعود خاسر شو من المشاكل في حالات المستعجلة اللي لا بد لها من حلول لا بد من توفر الأدوية المستعجلة لا بد من توفر التجهيزات اللي يلا تعود موجودة هذا نختار أولا نقول عنه حلو عنه ما هو مكلف هو مكلف نهائيا وفهم عدة جهات في قطاع الصحة عندها دخل فائض قاعد يعدل منه عندنا مستشفيات دخل فائض عندنا لكنه يعدل فائض كبير اللي هو صندوق الوضع الطبان الصحي عندنا كاميك زادية تعدلوا عندنا عدة جهات في قطاع الصحة عندها فائض قاعد يعدل منه ده. دونك قضية حالة مستعجلة نطالبه بعنها تعود العلاجات فيها مجانية نتكلم النقطة الثانية عن الأدوية للأسف تشهد فوضى عارمة عندنا سواء في شقها اللي يتعلق بكاميك سواء في شقها اللي يتعلق بلا دي بي ال اللي هي إدارة الصيدلة والمخابر اللي غير فعالة نهائيا أو إدارة ثنتين غير فعالة ما هم قائمين بدورهم الاستيراد الأدوية ما عنده ضوابط اللي الله تعود عنده ما في مؤسسة رقابية شغلتها الرقابة على الأدوية بصورة فعالة وهذا عدل فوضى عارمة في اللي قالوا سوق الأدوية صيدليات عددها أكثر من العدد المطلوب حيث عام 2015 كان عندنا 936 صيدلية موريتان بين صيدلية ومستودع صيدلي وتوزيعتها عشوائية حيث أنك تجمع سطرة من الصيدليات متناورة وهذا حتى شافوا أنفسهم فوضى حقيقية في الأدوية تشوف المستشفيات سطرة قدام الصيدليات هذا ما هو المطلوب في قطاع مستشفيات أصلاً قاع ما هي مكان للصيدليات به المطلوب عن الأدوية اللي تستخدم في المستشفيات موجودة داخل المستشفى وخارج المستشفى ما يعود التجمع اللي هو اللي يدل على الفوضى حقيقية في القطاع زيد على ذلك قضية الباعة اللي في الصيدليات اللي ما هم مكونين نهائيا واللي يسببون فوضى كبيرة بحيث أنهم يبدلوا الاستشارات الوصفات الطبية اللي تجيهم بحيث أنهم عدلوا هم استشارات المرضى وهذا عدل عندنا مشكلة أخرى عن في المضادات الحيوية مثلا عندنا مقاومة بنسبة معتبرة تتجاوز 30% عند المواطنين بسبب انتشار وكثرة هذه المضادات الحيوية واللي نطالبه بتحريم نهائيا بيعها من دون استشارة وصفة طبية ونطالب بمعاقبة المولي حد باع مضاد حيوي لأنك هنا تيا عندك مشكلة كبيرة يجيك مريض تعطيه مضاد حيوي فم احتمال أنه يعود عنده مقاومة فم احتمال عن الدواء يعود مزور فم احتمال عن الدواء يعود فيه مادة فعالة ناقصة فم احتمال عن يعود الدواء ما نحفظه في الشروط الرياضة نحفظ بها إذا إني تحسبوا هذا يدور يلحق 70-80% مع هذا المضاد الحيوي مو جايب له نتيجة قاع إلى عمله إذا نطالبوا بتنظيم هذا القطاع اللي هو اللي قطاع كبير رعوالكم واللي في 2015 عدت أرباح منه ما بين 18-20 مليار صافي الأرباح واللي قاد ينظم بطريقة سهلة بحيث أن تعدل إدارة وتقدر يعدل في كاملك بالمناسبة يوخض عليها الدواء يعدل نظام الترقيم هذا اللي يسمح متابعة الدواء ويسمح بتوحيد سعره ويقضي على هذه الفوضوية اللي هي وراها هي بالمناسبة سعر الدواء تشهد زاد هي ارتفاع كبير بحيث عن نسبة الربح اللي تندرع للدواء مساعدة يدخل موريتانيا اللي يوصل المواطن تتراوح ما أقله 42% إلى 62% أرباح تندرع للدوية وهذا يسقي كاه المواطن ويصعب علاجه ونطالبه بتوحيد أسعارها وبنقص الأرباح اللي تندرع عليها نختار نقول مولي قضية التأمين الصحي مطلب آخر عندنا يجيك مريض هو عاجز عن يعدل الفحوص
عاجز عن يشتري الأدوية وعاجز عن إلى عدم يستدعي تدخل جراحي، عاجز عن يسدد فاتورته، وهذا عائق كبير عاد قدام الطبيب إياك يؤدي عمله وعائق قدام المريض إياك يداوى، وبالتالي طالبه بالتأمين الشامل للمواطنين. أختي نذكر هنا تيها عن الأكنام عنها تأمن حدود 9% من المواطنين، وفم نسبة أقل في القطاع الخاص مؤمنة، ونحن نطالب بالتعميم للتأمين تأمين، وهذا موجود في العالم وقادي صح، حيث أنه يخلق مع التعاون بالتعاون مع الحالة المدنية يعود المواطن على حسب بيئته، كانوا تاجر كانوا منمية كانوا مزارع كانوا عاطل عن العمل، يعود فماتية مبالغ تقتطع شهريا منه، وبطاقة التأمين هذه تضمن له عن منين يحتاج العملية، ما هو لا يلوح له أهل الفضاء ولا هو لا يبيع شم الحيوان ياكي الدواء، لا يجيب بطاقته وعن طريق النظام الإلكتروني اللي عنده يدخل بطاقته، يعرف المريض مرض وشن هي اللي عنده، يعرف الأدوية اللي عمل، يعرف أموره كاملة، ويسمح مراقبته عدم التلاعب بهذا التأمين ياك يشمل مواطنين كاملين، وهذا عنده انعكاسات كبيرة للصحة، حيث أنه تعود الدولة قادرة تقدم له الخدمة المناسبة لأنها خالصة عليها ولا خاسرة فيها، وعود هو قادر يداوى ما تكلف شيء ما هو عنده، وعود الطبيب قادر يدي مهنته اللي مطلوبة منه. أختي نتكلم أيضا عن اللي قاله تحديث المعدات وصيانتها. ما يخفى عليكم عن نحن الأطباء أن أهم المهمات اللي منوطة بنا اللي هو تشخيص الأمراض، أنه لا بد له من أجهزة حديثة، أجهزة فعالة، أجهزة تتم صيانتها بشكل دوري، إياك نتمكن من التشخيص، لأن الطب الحديث يعتمد على هذه الأجهزة اللي هي واللي نقدر نعطيكم فيها أمثلة، بحيث أن عندنا الإسكانر اللي عندنا اللي منهم ما هو متعطل، مواصفاته دائما مواصفات قديمة، بارت واحدة دو بارت كاتر بارت فقاني سيس بارت، والآن يشتغل بترانتس وصانت كات بارت بارت، هذه إياك تبهم الشنية هم إسكانر هذا عنده شملي كوب شمل مقاطع عدلهم عدد على حسب عدد المقاطع اللي عدلت تعود الصورة أوضح للطبيب اللي عدل مثال ذا كيف حد ماشي فوته بالسحاب وسفيق لاسن يعود عنده شاطر وفعال تعود الصورة واضحة كل ما ضعف تعود الصورة ضبابية هذا هو وضعية السكانرات اللي عندنا وضعية الدي ار ام الوحيدة في المستشفى الوطني سافر ترا تسلا العالم يشتغل بها في رجل سينك وترا تسلا هذه يعدل ياسر من الأمراض ما يجي تشخصها. نعطيكم مثال أيضا فحص المنظار هذا اللي للأسف المبشوطة متعطلين أجهزته فيه حالا في مستشفى الشيخ زايد وحده هو اللي يشتغل فيه فحص الفيروسات ما تجبرها ما في مركز واحد إلى آخره مش من المشاكل اللي عندنا ما توفر واللي نطالبه بحلها نطالبه بتحديثها نطالبه بصيانتها طالبوا أيضا بالتكوين المستمر للكادر الطبي لأن الكادر الطبي فعلا يتخرج عنده نفس الكفاءة اللي عند أطباء العالم كامله يغير الطب مجال واسع مجال يتطلب تكوين مستمر يتطلب جلب الخبرات دائما وتحديثها وهذا للأسف عائق كبير ذاته هو عدد الأطباء عنهم دائما هم اللي يمشي لودوا التكوين هم اللي يصرفوا من جيوبهم ياك يتكونوا لأنه دور الدولة هون غائب والوزارة سحبت ميزانية التكوين وهذا ينعكس الحالة الصحية للمواطن ونطالبه بتدعيم اللي ينقالوا التكوين المستمر. نتكلم أيضا عن اللي ينقالوا الوضعية ظروف الطبيب المادية والمعنوية وحمايته أيضا من خاطر المهنة. نختار بعد قاع نقول لكم عن راتب الطبيب موريتاني عنه ما بين 180 الطبيب العام و 230 الطبيب الأخصائي. حسبوا أنتم إذا قبلنا مثلا أنا كطبيب عام لهنا نصرف مثلا يوميا 2000
فين وقيادة قاعد زوال ماشي وجاي العمل يجيك الشهر 60,000 أصرف 20,000 وقيادة للمعدات الطبية اللي نستخدم من سماعات طبيب من أوتوسكوب من الباس حتى اللي نلبس من دي باندلت اللي نستخدم دائما ماشي فيهم على حدود 20,000 وقيادة للشهر زيد عليها غذائي في العمل أنا أول نصرف عليه دلو 20-30-40,000 للشهر هو الراتب يمشي أنت ما بتنقص قام شغلتك إذن باسم حالة همكم طبيب يؤدي دوره وهو ما هو مدير الظروف مادية قاعد يؤدي بها دوره وهذا يعدله مجبر أنه يمشي فوقات خارج الدوام يعمل في القطاع الخاص إياك يغطي تكاليف حياته وهذا ينعكس على أدائه في النهاية لأنه يتحمل ياسر من التعب اللي أثر على تركيزه على مهمته اللي يقوم بها فهنا تياها نختار نقول عن الأطباء العامين عنهم يعدلوا من استشارات يومية المستشفيات الحكومية ما يصل إلى 200 حالة وهذا بليدة من العالم بشر أسوأ من هو ما يقدر يعدله ويتم محافظ على عمله بالطريقة اللي الله يعدل بها وهنا تياها نختار نعرف المواطن الكريم عنه اللي هو السبب تجي للطب تجبر مرقي ما يوفر تجبر الطبيب متوتر لأنه تخطى طاقته والناس متوتره لأنها متراكمه ومزاحمه ودائما تخلق المشاكل دائما يقول لك الطبيب ما يتبسم في وجه المريض سبب له هو إذن يلا الدولة تحدد عدد الاستشارات لكل طبيب وتزيد الطبيب اللي ناقص إلى عدد 200 حالة على الأقل تكبر 4 أطباء كل 50 حالة الطبيب ما يلا يشوف أكثر منها لأنها دونك يعني أنت تخطى 50 يزال طبيب آخر تخطى 100 يزال طبيب ثالث وهكذا أيضا تجيو للحالات المستعجلة وتقولوا تقولوا رجاء تقولوا الأخصائي ما أجبرنا الأخصائي ما كم لا يتجبروه لا تعودوا مغالطين الأخصائي مخلصت الدولة التلفون عود قاعد في الدار ما هي مخلصت عود قاعد في المستشفى ما هي مخلار من ديجيتال اللي قاعد في المستشفى بالتالي عود ما تحصل على المواطن عن الدولة عاطيته اللايك يتم قاعد في الدار ويتلفن له حالة مستعجلة لأي شيء دونك يلا الدولة تخصص ميزانية كافية إياك الأخصائي يقعد في المستشفى فظل هذه المشكلة اللي هي نختار نقول لكم عن عدد الأطباء الموريتاني يشتغل على أرض الواقع ما يحقوا 600 طبيب معناها المشكلة بسيط حلها يقعدها وما يحلوها يغير في المقابل نجبر أطباء أجانب جايبتهم الدولة الموريتانية تخلصهم على أقل 1,200,000 للشهر بالإضافة للتذاكر السنوية بالإضافة للسكن وبالإضافة عنهم يقبلوا العلاوات الأخرى اللي يقبلوا الطبيب الموريتاني وناتيها ويشتغلوا في القطاع الخاص كيف الأطباء الآخرين إذن راعوا في عدم عدالة عدم تسيير معقلا للقطاع ونحن عندنا أطباء موريتانيين يمتازوا نفس الكفاءة اللي عندهم ولهم مكتتبين عاطني عن العمل وبالتالي نطالبوا بتصحيح هذه الوضعية نطالبوا أيضا طبيب حماية الطبيب من مخاطر المهنة وهون نختار نذكر شهيد المهنة الدكتور إبراهيم الزيد اللي الساعة هنا تعرفوا أنا أول مرة جينا الحمى النزيفية هون تعرضت لها من دون أي وقاية من دون أي تكوين والله يرحمه إن شاء الله أصيب بالعدوى وتوفى أصيب بالعدوى والده وتوفى زاده أصيب بالعدوى ممرضة أيضا وتوفى أصيب بالعدوى رواقيش أخرين الحمد لله يسلكوا عقبة والدولة ما حركت ساكن الوزارة ما حركت ساكن ما قبضت احتياطات عقبة ما كرمته هو ما احتفظت ما عدلت أي تصرف سجنه كأنه هذه القضية خلقت في دولة أخرى ما هي دولتنا نطالب هناتيا بتوفير المعدات الضرورية لحماية الطبيب من مخاطر مهنته وحماية أيضا المريض لأنه خارج بعض الحالات يلا تم دائما تندار في مكان معزول يؤكد من فحوصها اللي كانت قد تخلط على مرضى آخرين والله ما قد تخلط هذا غايب عندنا تجي للطب عندك حالة عادية وتمشي مع عنده رافد عدوى ومرض أخر دوك نطالب بتفعيل الجانب اللي هو والتركيز عليه النقطة الأخيرة اللي نتكلم عنها قضية السن
وراتب التقاعد بالنسبة للطبيب. احنا طالبنا بزيادة رواتب بالنسبة لزيادة سن التقاعد بالنسبة للأطباء، بحيث أن هم يتقاعدوا عنده بستين سنة، وقلنا عن الطبيب أنه يدخل الوظيفة العمومية في سن متأخرة، وهذا نرى طول الدراسة اللي عدى وهذا يعدلوا يلا ينزادوا له 5 سنوات على غرار فاطر النظراء في الوظيفة العمومية اللي يتقاعد إلى 65 سنة. وأيضا الدولة بحاجة ماسة لها الطبيب إذا هو لأن عندها نقص في الأطباء، وبالتالي نطالبه بسن رفع سن التقاعد. أيضا في قضية المعاش طبيب، يعني تخصصه هو طبيب خدم عمره كامل في المهنة اللي هي اللي يعرف الله هي يتجبروا عدد أكثر من 10,000 عملية مثلا بالنسبة للجراحين، وقال 10,000 روح داوش من حالات الأخرى ما يوفوا بالاستشارات 10,000، وفي النهاية يأخذ المعاش عنده 47,700. قولوا ليش قد يعدل بيها؟ هو ما يعرف مهنة مواضي المهنة اللي هي اللي كان يشتغل بها، والطبيب العام يخرج عنده شيء لهذه المزاد هو وعرفه شو الساعة سمحها ليعيش. إذن الطبيب اللي هو اللي خدم الدولة ده من خدمة كاملة يلا تكافوا، عرفوا عن ظروف الطبيب عنها من أجل مصلحة المواطن. عن الطبيب اللي يدين دار ظروف زينة يؤدي عمله بالصفة اللي يلا يؤدي بها، وهذا ينعكس مباشرة على المواطن. طيب أجل مصلحة المواطن طالب تحسين ظروف الطبيب. اختير أقول عن هذه في النهاية عن هذه المطالب عنا السنة زايدة نحن نطالبوا بها، وعدنا عديد من اللقاءات مع الوزارة المعنية، وكتبنا عديد من الرسائل، عدنا العديد من المقترحات واللي ما جابت أي نتيجة، إنين عدنا مجبرين أن ندخلوا في هذا الإضراب اللي هو اللي جاء كرد فعل طبيعي وتلقائي للوضعية السيئة اللي في البلد، واللي اللي حاولنا بجميع الوسائل المتاحة عندنا من 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 اقتراحات عملية لحل القضية. يغل الأسف هذا القطاع اللي قال قطاع الصحة مازال ما بيستفاد من هذه القدرات الشابة اللي عنده، اللي جايبه له تجربة جديدة من العالم الآخر، ومازال مصر أنه يتعامل بالعقلية القديمة وبالوسائل القديمة بالطريقة القديمة اللي كان يمشي بها الأمور واللي ما كانت صالحة ليومنا هذا. اللي له أركاتية ما يزيد على الشهرين استدعانا فخامة رئيس الجمهورية واستقبلنا بصدر رحب، وكان متفهم لمشاكلنا وكان مستعد لحلها، وأعطى تعليمات الوزراء المعنيين بالعمل على حل هذه تحقيق هذه المطالب. وعقب ذلك عدنا لقاءات مع مستشار رئيس المكلف بهذه المهمة، وكانت الأمور ماشية بطريقة إيجابية في سبيل الحل، إلى أن تم توقفها فجأة بسبب تدخل عنصر ثالث لا يرغب في حل الأمور، لا يرغب في عودة الأمور إلى مجاريها وتحسين هذه الظروف اللي كنا نتكلم عنها، وكان يسترزق من الوضعية الحالية، وبالتالي توقفت القضية عند حد ذاك هو. وإلى حد الآن لم يتم استدعانا إلا الأسبوع الماضي من طرف وزير الصحة، اللي كان لقاء أكثر هو استفزازي من أي قضية أخرى، طالبنا بأننا نرفع الإضراب من دون تقديم أي ضمانات، من دون تقديم أي حلول لمشاكلنا، وهو اللي طبعا رفضنا جملة وتفصيلا. اختير نقول أن ماضينا في هذا الإضراب، وعن هذا الإضراب اللي حقق نسبة نجاح ما قد تحقق، أن مثلا عندنا قدر الخطوة التصعيدية اللي لن يعد له مستقبل لما تنحل هاي المشاكل اللي هي، ولما يرغب الطرف والله يقبل والله يتم حل هذه المشاكل بطريقة عادلة للطبيب والمواطن. شاكركم مرة أخرى، السلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور عبد الله محمد سعيد على الكلمة القيمة. comme disait certains, être médecin c'est un métier défensif. On se défend de la peur de la maladie, de la peur de la mort, en faisant semblant d'y avoir pouvoir quelque chose. On est là aujourd'hui effectivement pour la dignité du médecin mauritanien.
en tant que d'abord en tant que être humain d'abord et en tant que prestataire de service dans ce pays. D'accord? Donc on est là aujourd'hui pour la dignité des médecins mauritaniens. اذا سنفتح الفرصه امام الصحفيين لطرح تساؤلاتهم المختلفه ورجاء كل صحفي التعريف بنفسه وموقع عمله حتى يتناول لنا الاجابه على هذه الاسئله. Donc on va ouvrir le débat avec les questions des journalistes. انا عندي بين السراج موقع السراج عندي سلاله اذا اسمح لي الوقت 5 سلاله 6 صح ملي طرحهم في ذاك اللي منهم ما ضروا لي شيء خباط فيهم انتم انا راجع عن المعروف عن النقابات عن الدافع عن المتسببين حتى المتسببين ما يعني لماذا انتم دائما تطرحوا قضايا اللي تطرحوا جوهريه ولا تتكلموا فيها تسبقوا قضايا المواطنين و صحتهم ترى كان قاعد يعنيكم والله يعني بما بعد مستوى الصراحه دافعوا عن المنتسبين وتخلعوكم من الموضوع الفرنسي من ترى كان هذه ارقام دقيقه عن استجابه ل السؤال الثاني هل من ارقام دقيقه عن استجابه ل الاضراب وتوزيعها على الداخل وعلى العاصمه انا اشوف ولا ضد باب مضربين شوف مش باب مضربين يعطوا ما ضد باب مضربين ليش خارج منو شنو ينسب بالارقام اللي عندكم تحدثوا عن خطوات قادمة نقرأ شنو هي الخطوات القادمة كان متجهين لعود ما تتفهم صحة إعادة النسبة واصلة إلى 90-95% متفهم بالعناد بين الوزارة والنقابات وعود المواطن في النهاية هو ضحية من بعض من الناس يتهمكم بعنكم تشتغل في العيادات الخاصة شنو هي حقيقة الأطباء اللي يشتغل في العيادات الخاصة شنو هي حقيقة الأطباء اللي ما هو عسكريين يشتغل في طب الصنادرة معنيين بالإضراب داخلين فيه ما هو داخلين فيه شنو هي وضعيته هذا الا ترون عندهم مشكله كبيره عندهم مشكله كبيره وهي عدم تفهم الناس مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي قلت حد يقول عنهم ما هم متماشين مع النظام فهم متماشين معنا ما هم بدوا يغيروا ملي ما هم واكبين انت كانكم ما تدفعوا ضريبه السنوات وضع عقود من عدم الثقه بين المواطن والطبيب وهو الاشكاليه الكبيره اللي تعاملوا انتم والامانه هنا حد خلص الداعش ولا قدر من الشباب الطباء الاخرين يقولون لنا الناس اللي ما هي كبار ما شفتوا فهم تراكم من عدم الثقه انتم تدفعوا ضريبتكم يتكلموا عن الاضراب قالوا الدور داش رؤوسكم الناس الدوله ما تعرفها ما تعرف عن مراقب في الطب ما تعرف عن توفير المستلزمات تتكلم عن راك عن يعطوا الفرع الطب تعرف عن يعطوا الطبيب جيتو تصير قاعد قدام ويعطوا الفرع كامل يعطوا عنده توفى هذاك الاخر ما يعني ترى مين هي شلون تعالجوا انتم هاي المشكله وتعودون هم من ملاحظ عن المهن الاخرى لها عياوي الصبر على المهندسين وأهل التعليم وهذا العياوي يقيسون أمور أخرى ما عندها علاقة بهم يشتغلوا فيها ولا تلقوا فيها بقية حياتهم بينما الأطباء دائما ذا طباء ترك هذا ما هو دليل على عن ذاك مجبور من الطب العائد المادي وعنده بده يوفر حياة كريمة والله مقبولة دائما لذلك التصرف فيما هو خالف تكلمت أخيرا عن العنصر الثالث اللي يفسد تقدم من هو هذا العنصر؟ شكرا 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 على كل حال من ناحية التنظيمية ما هو جيد غادي تحطوا تجاوب سؤال بعد سؤال خلينا اوكي سيبلي متريزابل سيبلي On passe à la deuxième question. وانهم لجنه مختصه عاكفه على دراسه المطالب الاخرى وعن ما يتوقعوا كاع منكم انكم تعدلوا قبال شيء تصعيد قبال كبير بيكون اللي مدى قال انها مسؤوله وتعرف عن صحه المواطن العماله فيها وكيف اللي المستوى بينكم انتم وهم اللي مدى مشتركه ما هي
دونك دي لوقت التصعيد نبقى نعرف ديك المطالب وكان الوزير شنهي وهي اللجنه شنهي ونأكد على القام محمد جحلاح الطرف الثالث اللي افسد المفاوضات شنهي. شكرا. فيها حد واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاولت معالي الصحفي المدونين في الفيسبوك. الا عندي سؤال خصوصا العريضه المطلبيه للاطباء في ضرب بها جزء كبير يتعلق بالمواطن. بمعنى فهم الشريك مفترض ان يعود معه الاطباء مثلا كمواطنين نقابات العمال هيئات المجتمع المدني. كان فهم مع تطور مسار الاضراب كان فهم تفكير جدي منكم تفتحوا قنوات اتصال مع هذه الناس المعينين بشكل مباشر بجزء كبير من عريضتكم. والله لا يتم التخصصين وعلي داخل النقابه والمنظومة القانونية تنظم الاضراب. شكرا. ما في اسئله. كذا ننتقل لاجابات على هذه الاسئله ونبدا مع دكتور عبد الله سعيد. شكرا. لنجيب على بعض الاسئله ونحيل زميلي الدكتور محمد اللي هي اجابه على الاسئله الاخرى. اختار نقول عن هذه المطالب اللي تكلموا عنها تكلم عنها الزميل الاخ الصحفي عن الطالب لا تعني الاطباء. اختار نقول لهم انا في صلب عملهم وان يتخلصوا اي مطلب من هذه المطالب هو عدم تحقيقه يعيق عمل الطبيب. يعني نتخلص حالات مستعجلة أنا يعيق عملي يا في نداوي المريض اللي جاي في حالة مستعجلة أني ما نجبر العلاج له. ويعيق عملي أيضا إذا كتبت المريض الدواء عاد هذا الدواء ما هو فعال هذا يعيق عملي. يعيق عملي عدم تواجد أجهزة عند الكفاءة المطلوبة يعني شخص به المرض. ويعيق عملي أيضا أني يعني كان قدامي مواطن ما عنده باش الدواء أنا ما عندي شيء عنده. احنا كيف تعرفوا من الحجاب ما نعرفه عندنا وسائل هي اللي نداوي بها. يعني ما توفرنا ذيك الوسائل وتعود المريض قاعد عنه يستفاد منها هذا معيق لعملنا. وبالتالي هذه المطالب ما معناها عندها جانب يمس المواطن ومصلحه المواطن ما معناها انها ما تعنينا احنا. احنا شايفين انها تعنينا كيف المواطن اللي شايفين عنا ضحيه نحن وهو الاثنين لهذا النظام الصحي اللي قائم في البلد. نسبه الاضراب بيضان يقولون عن اضطراب قاع ما تنكس. انا الاخوه الصحفيين يقدوا في اي وقت يمشوا عندوا زياره ميدانيه للمستشفيات في ايام الاضراب ويشوفوا هذه النسبه اللي تكلموا عنها كان خارقه ولا ما هي خارقه. هذا الاضراب حقق نسبه ما اقل من 95% المستشفيات نسبه الاضراب فيه 100% الامتداد اضطراب الوطني والمستشفيات نسبه تصل الى 95% واقل شيء يتخطى 90%. إذا في المتوسط 95% نسبة نجاح الإضراب. لين نتكلم عن كلام الصف الثالث ثم جماعات وتوغ نحن نعرفوها بالاسم وبالوسم تسعى لعن ما يخلق حل وبذل مجهودات كبيرة وعدد اتصالات نحن كامل الاطلاع به وسنقف لها بالمرصاد إن شاء الله بدون تحديد اسمها في الوقت الحالي. بالنسبه لناطق قسم الحكومه يؤسفني يعني اقول لكم على اللي قال انه لا ينطبق على الواقع لان ما في لقاءات ثنائيه بيننا احنا واي طرف من هذا واللي دائما علقوا اعمال كبيره للسلطات العليا البلد انها تتدخل عن تحل هذه المشكله القائمه. اللي تسمحوا لي الحين الكلام لزميلي الدكتور محمد داهيه للاجابه على بقيه التسهيله. السلام عليكم ورحمة الله. لاهين نوضح شوي بالنسبة لأول سؤال قضية طرح قضايا جوهرية اللي منها اللي يقولوا كان يعني المواطن. هو إذا كان يعني المواطن احنا إذا قلنا أنه زي ندور شيء كامل يخدم الطبيب في النهاية يخدم المواطن. طبعا احنا مركزين درنا مطلب أساسي في ظروف العمل
وحددناها به اللي إلى حد الآن من 20 سنة قدوم به اللي إلى حد الآن شايفين إن تسيير القطاع التسيير الإداري للقطاع بكل نواحي ماشي في تأخر، والسبب بسيط إن النصوص اللي معمول بها بالنسبة للمستشفيات كامل هاي النصوص اللي معدة من 70s و 80s، وبالتالي الإدارة مستشفى يسوى كم يسوى حجمه مسير من طرف مدير فقط دون دخول في التفاصيل. أنتم يوضح لكم إن إحنا كنا في اختصاص ما يقدر يقوم بهاش بهدي هو ما هو مشترك في التسيير، بالتالي إحنا عندنا لا بد من إحنا نقول وجهة نظرنا في هذا ونطالب بها بهدي ما شغلنا حد يذكرها. وطبعا إحنا هي كل مشكلة لا بد لها من ضحية، أي مشكلة خصوصا في الأمور السياسية والأمور العامة لا بد لها من يلود لها الضحية، والضحية كان دائما مدلول قدام الطبيب أي ناقص أي خلل أي شيء إحنا ندار على مسؤوليتنا باللي إحنا هم القداميين. يقال هذا كامل ندور نوضحه منه رواية إحنا هم القداميين يا غير ما نشتغلوا إلا بالقلم والتابع، إحنا نعملوا في نظام شيء منه شيء يتعلق بالمستشفى شيء يتعلق بالصيدلية شيء يتعلق بظروفنا، هذا هو اللي خرجنا به إياك يعود الحل جذري شامل. إحنا ندوره شيء قالوا إصلاح، الإصلاح ما يقدر يصلح شيء ويبقى شيء. الخطوات القادمة قلنا منها الأولى لحد الآن كان الإضراب كان متجذب، اشتغلنا نهارين وعملنا من جديد، اشتغلنا ثلاثة وعملنا من جديد، ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله الإضراب لا يبدأ مفتوح. العمل في العيادات الخاصة كيف المستشفيات أخلق في الأيام اللي ما فيهم الإضراب، طبعا بعد ملاحظة وإحنا نلاحظ الإضراب ما قد عود 100%، هذا مستحيل بالعالم ما قد خالق عادي إضراب 100%، الأرقام اللي يتكلم عن الناس 60% 70% 80 90 بالنسبة لكم التوالي. أقول لكم الصورة من عند مستشفى النعمة الكيف لمواذيبه مستشفى صداقة مستشفى زايد، هذا ما قلت فيهم أي عملية في أيام الإضراب، مكرر في أيام الإضراب. المستشفى الوطني الأسبوع الأول عدوا فيه 5 عمليات، خالش من عمليات عود ما قد يحان أسبوع وأسبوعين وعدوا، وكذلك هذا الأسبوع وذي دوري تم لا يخلق منه شيء بيلي خالش من العمليات اللي قد يؤجل أسبوع أسبوعين وخالي قد يؤدي شهر شهرين، ذاك طبعا تحت مسؤولية الطبيب إذا نشوف إنه ما تلقى ديحاني يدور يعالج المرضى، وإذا ما هو داخل في نطاق الإضراب ما هو داخل في نطاق الإضراب. إنكم لا يتجبر واحد ما أنهم مضربين، هذا طبيعة الحالة طبيعة الحالة، هذا شيء طبيعي. الأطباء يقولون هم ياثر بهم ما يخلو عن المهنة كيف المهندسين وهذا. أولا المستشفى العسكري والعسكريين ما هم معنيين أي درجات ما هم معنيين بأي حال نختار نقول لكم هم رواية قد يعود حد عسكري والله شرطي والله إداري بالصدفة، يقدر ما قد يعود حد طبيب بالصدفة مستحيل به اللي متوافقين معايا كاملين اللي تتطلب من السنوات من الدراسة لا بد من توخذ من أول خطوة من البكالوريا، أنتم تعرفوا عائد البكالوريا وفي العالم كامل يعرف حد من الطب من عند 7 سنوات لـ 8 ولا يوفى عليها، هذا لا يؤكد ان المهنة ما هي مهنة انها مهنة اختيار، لا بد يعود حد مقتنع بها. طبعا
بطبيعة الحال هي وسيلة حياة، وسيلة عيش كرامة وهكا، لكن هذه من المهن اللي لا بد لها، ولكن حد يخليها أعلنه إجبار فيها إجبار شيء ثاني مادية مستحيل. الطبيب كأي مواطن ظروف المادية هذه الحمد لله لكن مشيخ في ميكائيل اللي قد يعود الحمد لله دخله كبير واللي دون ذا، لكن المهنة ما تنقبل ذي الوساطة اللي لا يتخلى عنها حد الأمر أخر. بطبيعة الحال نادر أنك تجبر الدكتور لا يتخلى عن مهنته ويمارس التجارة، والله ما يمارس أمور أخرى. هم سؤالين ما زالوا. قضية المطالب، هي المطالب أنا اللي ما خليت ما اخترت نطول عليكم، هي 9 و10 فيها قضية خلق مطلب مهم ذكرته لكم، قضية التأمين الصحي اللي ما يعدل في العيادات الخاصة وهو الخاصة، وهي الناس ترتفع للخارج وتصرف عليها ياسر من العملة الصعبة دون رقابة، ولا هم عقد مع أي مستشفى، نذكركم هم عقد مع أي مستشفى حكومي لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في تركيا، بل مع العيادات الخصوصية اللي يرتفعوا لها المواطنين، ولا نعرفهم للصفة اللي يرتفعوا بها ينتفقوا عليهم ملايين من اليورو. وهون العيادات اللي معدلينهم الموريتانيين اللي يخدموا الموريتانيين ينطرحوا لهم كل العراقيل، وقلنا نحن ما نجابرين أي سبب أعلن نعود مواطن موريتاني عنده تأمين صحي ما يقد يقيس عيادة خصوصية دواء فيها، هذا إحنا ما أجبرنا له سبب ولا مبرر. منين تكلمت عن الخصوصين؟ أنا ذكركم هم بروايين نبقي يفهموها المواطنين والناس كاملة تعلم. العيادات الخصوصية والعمل الخصوصي ذا في العالم كامل، ما هو خاص بموريتانيا، هو تكملة. والدليل على ذلك ياسر، نعطيكم أمثلة، المؤمنين يتعطلوا هون الأجهزة وتخلق كلام المراتين، لين يتعطل اللي يرى من زمن 6 أشهر، واللي يرى من بالمناسبة ضروري في الحالات المستعجلة في شين قالوا مشاكل الدماغ. الحل كان شنو؟ الحل كان العيادات الخصوصية. هذا ضار من قسم جراحة القلب والشرايين الوحيد اللي عندهم موريتاني إلين يتعطل مرضى القلب، شو نقول لهم؟ حانوا شهر شهرين إلين يحصل، والله نردوهم نزقلوا عليهم الملايين الدولارات شو تونس. هذا بلا معنى، ما قد حد يخل من مبرر. مطالب احنا هي 10، ونقال لنا قضية القطاع الأرضية، وانتم تعرفوا القطاع الأرضية أعطاك للناس كاملة أول مرة لا ينعطاه لطلبة. القطعة الأرضية شنو؟ هي قطعة أرضية لا تنعطاك بعد اللي لا تميت حي بعد 10 سنوات تقعد تعود صالحة لشي، ولا فاتهم ولي ولا عرفنا منين لحقت. معناها مطلب واحد ولا فات ونفذ من 10 مطالب واضحة، ما قد حد يقول إنه وعدل جزء والله شي. هذا ما شي يذكر. قضية التفكير نختم قضية التفكير في استدعاء الأطراف الأخرى، لا احنا يعنينا الله للطباء امور للبيت ربنا سيحميه. الى عادها المجتمع المدني مجتمع لك هم ادراهم مصالحهم لا عادهم يبقوا يدافعوا عنهم ذاك شيء عنهم. يقال احنا نتحرك لله في نطاق العمل النقابي اللي يعني مصالح الاطباء بصفه مباشره او غير مباشره، كيف ذكرنا لكم اللي هي تتساءل عنها الناس بصفة مباشرة وغير مباشرة. وشكرا. شكرا جزيلا دكتور والسؤال الأخير بعد مباشرة المراهقة كان فيهم مبادرة لتقارب وجهات النظر بين السلطات والمغربيين، وفي أحد من الزملاء القضية قال علينا أن قال أنتم يعني خلاص صالح من تسديده، ولم يكونوا هم كانوا مبادرة مواطنين أي حسين حسنة
لكن سؤال عنده صيدة هذا الجانب كان ضمن ذلك. سمحت عندي السؤال اللي قبل هذا. السؤال كان ضمنت مبادرة بين الجانب المغربي من الأفكار المغربية والسلطات الجهات العامية تسويق هذه قلت موجه لنا لأن حتى الزملاء دار قضية اهتمامكم بالمواطن المغربي. أنا بخير مجيء فيكم تجاوبون عليه اتهام لكم المواطن بالتركيز على طبيب الزبون حساب طبيب العائلة مريض الزبون على حساب مريض العائلة المواطنين عاد يضطرون أن يتوجهوا للعيادات الخصوصية بينما العيادات المستشفيات الحكومية ما هم لا يشكروا بها أمرهم شرع ضئيل جدا وبالتالي عاد المقاربين من ذلك كانت شيء مبادرة من المقاربين تسوية هذه المقاربين كانت وشكرا كان فهم سخر زمن جدا شكرا عبد الله شكرا خارج سؤال قبيل طرح أحد الإخوة ويتعلق بقضية الثقة بين المواطن والطبيب. أختار نقول عن ولن بعد قاع ضربنا هذا ماشيين فيه أبناءنا وأخوتنا اللي كبار من الأطباء أقدم منا ما معناه إنه ما حضروا هون إنه ما هم ماشيين فيه أكد عنهم ماشيين فيه. أختار نقول عن قضية الثقة هذه أنا فهم عدة عوامل يلا حد كبار على الاعتبار. كيف قال زميلي قبيل عن اللي قالوا الوزارة الوصية عنها لا بد لها من ضحية تعلق عليها فشلة وكان أسهل ضحية اللي هو الطبيب مريض متعامل لا مع الطبيب يجي يقول الطبيب قال لي نخلص وقال لي نخلص وقال لي كذا وهذا ما عنده علاقة به خلاص ما هو وعده وعد مؤسسه له هو الطرح وله وقع مسوي الباطل عنه كانوا يعود يخلص عليه والله ما يعود يخلص وذاك مولد فيه حملات دعائية ضد الطبيب ياك تهز من صورته وياك تعدو دائما هو كبش البداية اللي يتحمل المسؤولية لو أنا نقول لكم عن ذاك زمن وهذا زمن لو كانت إياها لما أتلنا قابلينه وله يوضح بالمواطن أنه هنا أتيها من أجل خدمته أنه هنا أتيها من أجل توفير له خدمة صحية مناسبة واللي يتحمل مسؤولية البشر هو واللي يتحمل واللي مفروض عليه انه يوفر الخدمه ويوفر دواء المريض ويداوي الدوله ما هو الطبيب مريض لين يجي المديو الفورم مناسبه قاعد يداوي ودار عدته اذا قضيه الثقه نشتغل عليها ونختار المواطن يفهم